اهلا بيكم مشاهدينا الاعزاء، مساء الخير. يوم جديد وحلقه جديده، يوم جديد وحلقه جديده من برنامجكم الجديد رؤيه جديده. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه ذكرى ثوره 23 يوليو وبمناسبه عيد الاضحى المبارك، اعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات. اهلا بيكم على قناتي المفضله على قلبي دائما، الصحه والجمال. دايما يا جماعه بعد الازمه بنفكر كويس جدا ونشوف هنبدا منين وهننتهي فين، يا ترى اتعلمنا ايه؟ فاول حاجه اتعلمناها ان احنا نبدا من جديد ونبدا بفكر جديد. كل واحد يدور على موهبته، يشوف الموهبه اللي هتنفعني لما يكون في ازمه في المهنه الاصليه. النهارده جايه لكم بالفن، وعشان كده سمينا الحلقه قعده فن. معايا الشاعر ومعايا المطرب ومعايا الاديب ومعايا الفنان التشكيلي، وهعرفكم بضيوفي بعد ثواني. مساء الخير. مساء النور. اتفضل عرفني بحضرتك. الاول كل سنه وانت طيبه حضرتك، وكل سنه وكل المسلمين بخير. انا اسمي محمد عبده، هاوي شعر، كتبت في الاخبار، اتمنى اني انول اعجابكم ان شاء الله النهارده. ان شاء الله استاذ محمد. شكرا. ومعانا النهارده كمان استاذ محمود القصبي، عرفنا بنفسك. اسمي محمود القصبي، بكتب شعر عاميه، يعني من احب الهوايات على قلبي هو الشعر. هنشوف بتحبه ولا ما تحبوش. ومعانا كمان المطرب والفنان محمد الابيض، عرفنا بنفسك. اهلا بحضرتك يا فندم. كل سنه وحضرتك طيبه، وكل سنه وحضرات المشاهدين كلهم طيبين. انا اسمي محمد الابيض، انا بغني وبكتب كلمات وبلحن، وان شاء الله باذن الله نسمعكم حاجه النهارده تعجبكم باذن الله. ان شاء الله باذن الله. وكمان معايا الفنان التشكيلي حاتم، اتفضل عرفنا بنفسك. حضرتك يا فندم، انا اسمي حاتم احمد، فنان تشكيلي من كفر صار الشرقيه. لما سالت ضيوفي انت قابلتك صعوبات كتير عشان توصل للمكان اللي انت فيها دلوقتي، قال لي قابلتني صعوبات، بس اكتر حاجه اثرت فيا قوي لما سالت محمود القصبي، هي ايه الصعوبات اللي قابلتك يا محمود القصبي عشان توصل تكون الشاعر العامي المشهور دلوقتي؟ الصعوبات اللي كانت بتقابلني ان انا كنت بكتب الكلمات لنفسي، وكنت بخاف اعرضها على حد خوفا من النقد والنقاد. فلما بدات اكتب كتبت على صفحتي على الفيسبوك، ولما لقيت التشجيع من اهلي ومن اصحابي ومن كل اللي حواليا، بدأت إن أنا أشتغل على الموهبة، وبدأت إن أنا أنميها، وبدأت أدي للشعر وقت أكتر من اللي أنا كنت يعني أدي له وقت أكتر من اللي أنا كنت مديه عشان خاطر أعرف أنتج فيه. وبدأت أنزل ندوات الشعر وأشوف الموهوبين والمتعلمين والمحترفين، أتعلم منهم كتير. كأننا بنقول وإحنا بننقد ولادنا ناخد بالنا، وإحنا بننقد الناس ناخد بالنا، لأن ممكن الكلمة بتاعتك تخليه يجري بألف خطوة، وممكن الكلمة بتاعتك ترجعه ورا ألف خطوة. ومعايا الخبرة والممارسة والإنسان المميز في كتابة الشعر، ومعايا الأستاذ محمد عبده، أكيد هتسمعنا حاجة لبلدنا إن شاء الله. اتفضل. هنبدأ بحاجة اسمها صرخ الطفل. صرخ الطفل. صرخ الطفل بتقول: اسمعوني، سمعت صرخ الطفل بيقول اقتلوني، لجل فرحة أمي ترجع مهما كان حزني وزنوني، لجل حق بلادي يرجع في التراب يكون سكوني، ويكون عظامي تراب بتحرق كل ظالم صدقوني. قربت منه وقلت انه يمكن يكون طيف او سراب، قربت خطوه وراها خطوه، لقيته واقف على التراب بيحكي قصه للشجر للحجر للتراب حتى السحاب، وماسك في ايده الطيبه رساله بتحكي على اللي غاب، بيقولوا فيها نبيع حياتنا وأرضنا لازم تعود، لو نموت في يومنا ألف مرة على الحدود، دي أرضنا أرض الجدود، حاكمها أبويا أو أخويا، مهما كان اللطم على الخدود، مهما كان الموت مكتوب على الصدور، ده معناه الخلود. بحبك يا مصر. جميل ما شاء الله عليك. وطبعا لازم استغل الفرصة ونسمع مطربنا الجميل محمد الأبيض، هتسمع لنا إيه النهاردة المصر؟ أغنية يا بلادي إن شاء الله. اتفضل. يا بلادي يا بلادي أنا بحبك، يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك، يا بلادي قولي لأمي ما تزعليش، وحياتي عندك ما تعيطيش، قولي لأمي ما تزعليش، وحياتي عندك ما تعيطيش، قولوا لها معلش يا أمي
أموت أموت وبلدنا تعيش، وأمانة تبصوا لي إيديها وتسلموا على بلادي. تحيا مصر برضو وبلادي، برغم حزن الأغنية ولكن كلنا فداك يا مصر. الفنان التشكيلي حاتم، أنا لاحظت أول لوحة وريتها لي وأول إحساس في لوحة الموناليزا، فحسيت إن وراها قصة. إيه قصة الموناليزا معاك؟ ومخرجنا الجميل هيطلعها لنا على الشاشة دلوقتي ونشوفها وتقول لنا إيه حكايتها. قصة الموناليزا طبعا قصة كبيرة و أنا حسيت ده، اتفضل بقى احكي لنا. الموناليزا عامة صورة مميزة، أنا أول ما شفتها شدتني ليها، فإجا شخص صاحبي وكده دخل معانا على الشاشة يا جماعة نشوف جمال اللوحة. دخل معايا في تحدي والحمد لله طلعتها زي ما هي على الشاشة كده. والموناليزا لوحة مميزة، اما يجي مثلا شخص يبص لعينها او كده من على اي اتجاه يلاقيها بتبص له، والشغل فيها الظلال شغل هادي. بس واضح التحدي اللي انت تحديت بيه صحابك قدام حضراتكم على جميلة الشاشة. ما شاء الله، الله اكبر عليك، ما شاء الله عليك. وتحديتهم ونجحت ولا؟ نجحت فيها الحمد لله. وبعدين ايه اللي حصل؟ من بعدها بقى طلع عليا لقب حاتم فنان تشكيلي، ويعني بكلامهم بدأت ان انا اسعى وامشي في الموهبة بتاعتي اكتر. مين اكتر حد شجعك انك ترسم وقال لك ان انت برافو عليك واقف في ظهرك؟ مامتي، ربنا يبارك فيها يا رب. من هنا بنقول لها كل سنة وانت طيبة يا ست الكل. اكيد طبعا كل سنة وهي طيبة. مامتي وقفت معايا وقفة جامدة جدا مش هنساها طبعا. مامتي هي اللي شجعتني في بداية دخولي أصلا للدنيا، اسعى ديت موهبة جميلة، مش تستسلم بسرعة، مش تحاول إن أنت تسمع كلام الشخص اللي يحبطك ويقول لك ده مثلا شغلك مش كويس أو كده، لا خليك طموح وهدفك. أم مصرية جدعة وقوية وعرفت تربي فعلا هي فنان. المصرية. هي أم مصرية وقوية وجدعة. طبعا لازم أستغلك يا محمود القصبي وتقول لي، هو كلم على الأم ومحمد غنى لنا لبلادنا اللي هي مصر، مامتنا وامنا كلنا، وكمان استاذ محمد قول لنا حاجه بقى عن الاب. هقول قصيده كتبتها بعد وفاه والدي رحمه الله عليه، الله يرحمه، وهي من اعز القصايد على قلبي وهو من اعز الناس على قلبي، الله يرحمه. اتفضل. القصيده بعنوان ونموت وتحيا الذكريات. انا عندي قلب ببحبه مات، نفسي اشوفه ولو ثواني، نفسي العمر ما كانش فات وساب لي ذكرى موتاني، نفسي حضنه يضم حضني مش عشانه لا عشاني، نفسي نظرة حب منه املى بيها الكون اغاني، كل كلمة كان يقولها كان وراها كتير معاني، كنت لما مرة بتعب كان بيتألم مكاني، فجأة نور الدنيا يطفي والظلام مرسال وجاني، ياللي عايش جوه قلبي بدع اشوفك في المنام، وكل لما اسجد لربي بهديلك مليون سلام، ومشتاق لك يا نن عين تيجي نتكلم ونحكي كل واحد راح لفين، انت عند الحق كله واحنا اصلا ظالمين، انت عندك جنة حلوة واحنا ليها مشتاقين، انت بتقابل ملايكة واحنا طبعا شياطين، انت تصحى الصبح تشرب من عسل وتشوف بحور، واحنا نصحى الصبح نشرب فنجانين مية مطور، ده احنا عايشين والله عيشة عيشة من بعدك تغور، كل ما اجي اكتب في سيرتك يبكي ألمي على السطور، والقى حزني جنب يأسي والسواد واقف طابور، والقى روحي وحشة روحك بعت رحمة وألف نور، هو حد يسيب حبيبه ويجري يسكن في القبور، كل منزل بحر ذكرى بلقى حلمي جوا بايش، نفسي أبوس على الأرض ضلك هو بس العمر حايش، كل خلقه قاله ميت قلت جوا قلبي عايش، خدت ليه الضي بدري سبتلي الدمع في عينيا، عدى عمري من الفراق بس المشاعر هي هي، ومهما طال بينا اللقاء برضو روحي عشان تشوفك والله جاية، في غياب أنا طولت عليك
انت كمان طولت عليا وبقالك من العمر سنين ولا فكرت تعد عليا. انا سمعتك مر الشكوى شبعني انت من الحنية. انا فرحان ان انت كويس لكن بعدك حطم فيا وهستنى في احلامي تجيني وتبص راسي وتغطيني واقولك طب بس استنى خليك حبة يا حب سنيني بس اوعى يا ابويا تصحيني علشان كده مش هعرف اشوفك واصحى دموع الدنيا في عيني. اسعدتنا بالكلمات وابكتنا في قلوبنا. نرجع تاني لحاتم والام. في لوحه جميله جدا ومخرجنا هيجيبها لنا دلوقتي عن الام والست الفلاحه الجميله. احكي لي قصه اللوحه دي. الست الفلاحه المصريه. يا على الشاشه اهي معاك جميله جميله. حضرتك الصوره ديت انا من ارياف بلدي وكده حبيت ان انا اظهر بالصوره دي. ده من محافظه الشرقيه. طبعا. اهلا بكل اهل الشرقيه. اهلا بحضرتك. بحب ارسم الفلاحه المصريه لان ديت الطبيعه اللي انا عايش فيها ومش بحب ان انا اعلى عن حد او كده. بحب ارسم الواقع اللي انا فيه. خدت منك وقت قد ايه؟ الصوره ديت خدت مني ساعه. لو قلت لك حد ما عندوش الموهبه تعرف تعلمه؟ ايوه. تعرف تعلمه يرسم من اول وجديد؟ ايوه. تسلم. وطبعا لازم نستغل مطربنا الجميل ويغني لنا اغنيه جميله زيه. وقت الحساب يجمع ما بيننا ولينا رب كبير والحق عارف سكته والدنيا قلابه انا كنت يوسف لما رميتوني في بطن البير ورجعت تبكوا والدموع بتخون وكدابة أنا دمي كان من دمكم من يومي شايل همكم أنا كنت منكم منكم بس انتوا ما فهمتوش دلوقتي واقف وسطكم صعب ان اصدق دمعكم شايف ملامحي في وشكم ولكني معرفكوش قالوا ان زمن المعجزات ما بقاش يا بني ادمين فكرت لما هروح اضيع وهموت من الاوهام دلوقتي دمع اللي بكيته سنين وراها سنين ادورنا لما اتبدلت بكيته في تسعة ايام. ربنا تسلم. وطبعا معانا الاب الجميل اللي هيقول مشاعر الأب الحقيقية في قصيدة للأب. قولي بقى حاجة من كتاباتك كده. في حاجة اسمها ربان السفينة. ربان السفينة اللي هو الأب. كناية عن الأب. نعم. فبقول أبويا لينا ربان السفينة من غيره تغرق ما يكونش ليها على الشط مينا أبويا زي أنوار المدينة في خيره نسعى ويسعى لينا أبويا كان زي الجبل وإحنا كنا تراب فوق صخوره أبويا كان هو الأمل أبويا كان هو الأمل في ليلنا كان يحيينا نوره الرجال في صحبته زي النجوم لما يوم يهل شمسه نورهم ما كان أبدا يدوم كلمته في الكل ماشية عالدوام بالذهب لو تتوزن في بحور الكلام الكلام يكون في وقته وفي العوج كان الصيام هو معنى للرجولة والرجولة ليه ميزان أبويا عاش بقلب طيب دايما قريب يبان شديد ولو تشوفه تقول حديد لعمر يوم انكسر ولا يوم يحيد الرجال كانوا في صحبته زي النجوم لما يوم تهل شمسه نورهم مكان أبدا يدوم كان بين الكبار هو الكبير والحكم ليه في دنيته كان الضمير كان بين الكبار هو الكبير والحكم ليه في دنيته هو الضمير في الحق كانت خطوته للكون يسير كان المؤذن في الصلاة كان الإمام والناس وراه كان لربه عبده الفقير لبى الندى لو يوم نداه يدوم علينا بسمته وفرحة سماه يعيش ينور مطرحه ونعيش معاه
ده اللي يسطر يوم بناته ربي رعاه سامع دعاه ربي وربي الكون يصونه وفي جنة الفردوس يكون مسواك. ربنا الله 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 الله. بس انا من حب في القصيده تلاقيني رن معاك ازاي عشان تعرف بس انها قصيده جميله كلماتك جميله جدا. برغم انا هحترم الكلمه يعني حضرتك كبير في المقام بس انت لسه مستشعر احساس الاب وما زال وربنا يخليه لنا. يعني انا والدي لسه لغايه دلوقتي عايش وهو بجد كل كلمه في الكلام اللي انا كاتبها دي تخصه ومرسوم عليه. يعني هو كده هو طيب هو الاب المصري كده هو القبطان والام الملاح محدش يقدر يقول ممكن من بره من بره يبان شديد لكن هو قلبه طيب هو ده الراجل المصري هو ده الراجل المصري الاصيل هو قبطان السفينه والام الملاح من غيرهم هما الاثنين مفيش اسره ناجحه. ونرجع تاني ونقول لحاتم عندنا صوره عجبتني حسيت فيها كتير قوي حسيت ان خدت فيها مجهود والمخرج الجميل بتاعي استاذ وليد تسلم لي طلع لي الصوره كده لحاتم صوره فيها المجتمع المصري بكل اشكاله معرفش انت عملتها في قد ايه بصراحه. انا رسمها اصلا في البدايه ان انا تحدي برضو حكايتك لا مش تحدي خالص لا انا رسمها بوصف بها الشعب المصري وجماله. ما انا بقول انا حسيت كده ان انت بتوصف مصر بكل اشكالها وصفت بيها زي نظام محطه مترو متجمعه فيها جمال مصر والناس واللمه. تسمح لي اقول لك شابو انت جميل يا حاتم الصوره فعلا معبره عن كل يعني كل فئات الاسر المصريه موجود الفلاحه وموجود الصعيدي وموجود المعلم موجود اللبس بتاع المحافظات ولبس المدينه. خدت منك وقت قد ايه الصوره دي؟ خدت مني وقت جامد لان انا لان كان تركيزي فيها شديد شويه. ده احنا لو عملنا زوم هنشوف شكل الناس يعني الملامح واضحه السن الكبير واضح ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. وطبعا ما اقدرش استغنى عن الطرب الاصيل واسمع محمد ده انا هتعبك النهارده. يلا يا محمد سمعنا حاجه جميله. بص الصوره بتقول لك سمعنا حاجه حلوه كده من الناس الطيبه المصريين بتوعنا. نغني لعيد الام؟ هو النهارده عيد الام؟ لا مش عيد الام انا ماما طبعا. تسلم يلا الله يرحمها. امي هي امي لحد اخر يوم في عمري أمي من أول حنات وهم همي اللي كبر بالأسافة. أنا هحترم مشاعرك لا أنا هحترم مشاعرك طبعا ألف رحمة ونور عليها. وهنرجع تاني للمبدع بتاعنا ويقول لنا قصيدة حب بقى دخلني كده في إحساس الرومانسية أنا تعبت منكم. طيب حاجة اسمها إسماحيلي يعني. أنا أسمح لك اتفضل. يعني اسمحي لي انحني قدام عينيك. اوكي ما عنديش مانع. خلاص قدرتي تسخري قلبي ناديك. اشتاق لحبك احلم في دربك اسهر في نورك بعد قلبي مكان وحيد بعد حلمي مكان عنيد قدرت اسهر يوم جديد اسهر في حضن الليل سعيد. حتى النجوم حتى النجوم نورها مليكي اسمحي لي انحني قدام عينيك. خلاص قدرتي تسهري قلبي ناديك. انتي ارضي وبيها عيش انتي نور ما بينتهيش دفي قلبي غيرك مليش انا حبي ليكي عاشق شريكي اسمحيلي انحني قدام عينيكي. خلاص قدرتي تسهري قلبي ناديكي. انا ليكي مارد واموريه لو عشانك تسكني جوه في عينيه يبقى ايه قلبي لقلبك ترحميه نفسي تنام ايدي في ايديكي اسمحيلي اسمحيلي انحني قدام عينيكي. اسمح لك. نرجع لحاتم وفي صوره جميله قوي بتاعت الحصان عشان انا بحب الحصان جدا ومخرجنا استاذ وليد بعد اذنك في صوره الحصان وحاتم يكلمنا عليها سريعا. ماشي سريعا. حضرتك انا رسمت قبل كده الخيل بجميع اشكاله رسمته بالفحم ورسمته بجميع انواعه بس انا اجرب الخيل بالالوان بالوان الطبيعه فدخلت كام لون في الرسمه وظهرت زي ما هي قدام حضرتك زي نفس الشكل. جميلة ده جميله بصراحه يعني. تسلم حضرتك. تسلم تسلم بجد. طبعا لازم استغلك قوي يا محمود يا قصبي وتقول لنا قصيده بقى الست المصريه ودخلت العيد قول لها بقى ايه ركزي في ايه وتنسي ايه.
يعني انا عايزاك تدي نصيحه لكل ست مصريه زوجه هي تاخد بالها من حاجات كده نفسها اليومين دول عشان خاطر احنا داخلين على عيد، بس بشوش عليهم ها عشان ما حدش يزعل مننا. هي طبعا كل الستات هتزعل مني وكل لا مش هيزعل، كل الرجاله هتتبسط مني. انت بتنصحهم؟ يلا ايوه انا انصحهم. القصيده بعنوان ارحميني انا بتعالج. ارحميني ايه؟ انا بتعالج. طب ما تقول ان انت مريض، ليس على المريض حرج. اتفضل. عشان جاي محتاج الرحمه. على بالك. تصحى وبوزها يا دوب مترين وتقول لك اصل انا عصبيه، ساعة أحس كعم حسين وساعة بشك إن أنت وليا، وأنا إيه ذنبي أشوف السحنة أعيش المحنة سجين في قضية، كنت معايا جميلة رقيقة حسك طفلة بنظرة بريئة، دلوقتي بتقلبي في دقيقة وتقولي صباح المرازية، إيه كان صابكوا يا ستات بلدي؟ فين الطاعة ملك عنادية؟ أنت نسيت إن أنت الحيلة؟ كنت بشوفك ورده جميله ودلوقتي قلعت النضاره، ايه ده مش شايف؟ لا انا خايف، اوعي تفجري يا انتحاريه، ربنا خلقك حاجه ضعيفه، قال لك كوني لطيفه خفيفه وما تبقيش فخشونه الليفه، واسمعي مني يا ست الكل، روحي اغسلي وشك بصابونه، خلي صباحك زي الفل، مش يتعبوا فينا اللي جابونا عشان يرمونا في وش الذل، كوني لقيشه وكوني جمالها. واحدة بتعشق جوزها حلالها، وقت الشدة تكون متراجل وتشيل جوزها زي ما شالها، أسرر بيتها تداري عليها، ما بتشكيش لأمها أو خالها، حتى الأحمر وتتمخطر على زيت أملة في شعر عيالها. كوني حياتي تعيش في حياتي، بكرة هتبكي ساعتها وفاتي، بس ارفعي ايدك وادعيلي وقت سؤالي اكون في ثباتي، وهوصيكي وصية اخيرة زي ما عشت في زمني اميرة، وعشت تغني اغاني شاكيرة، اوعي تفرطي يوم في الذكرى وللربا بيك يا تبيع حاجاتي. يا سلام. طب انت هتروح ازاي؟ انا عايزه اروح. هتروح؟ انا المدام شايفانا انا منع التليفونات. حضرتك لو احتجت واسطه هتوصل لحضرتك، حضرتك توصلتي لي بقى. ربنا يسعدك يا رب، كل سنه وانتم طيبين. قول لنا حاجه بقى. خلاص خلصنا عياط. تمام. اغنيه لتامر عاشور حلوه جدا بحبها، يعني الاغنيه دي بحبها كمان عشان هي كقصه، يعني فيها قصه. تمام. خايف قرب جاي علينا سمعه من بعيد، جاي يفكر احلى مالينا وعيش بعدي وحيد، هو اليوم اللي احنا حبيبي ما عملناش حسابه، اول ما عيني تيجي في عينك برجع بالزمان وافتكر الكلمه اللي مالتنا بالشوق والحنان، ترجع تصعب نفسي عليا قلبي يزيد عذابه، حلمنا بكل حاجة إلا ده ما حلمنا بيه، عمرنا مرة ما قلنا إن شيء ما تروح عليك، والحلم اللي بدايته بحبك تبقى نهايته أناني. سنت. وريني اللوحات اللي معاك بقى، اول لوحه كده وانت قاعد بس وريها للكاميرا. وعم عزب الجميل تسلم لنا. اول ما نبدا بالفنانه المصريه رجاء الجداوي. الله يرحمها. الله يرحمها. انت اصيل، انت اصيل. الفنانه رجاء الجداوي. ماشي. الله يرحمها. نبدا بالست المصريه. والست المصريه الجدعه الاصيله. قد ايه بتحافظ على اولادها؟ طبعا طبعا. وبعديها الفنان بتاعنا تامر حسني. وتامر حسني شفت بقى حبيبنا كلنا. دي صوره بالفحم. ودي صوره بالفحم جميله. وبعدها بقى التشكيله دي. اسد. الله جميله. هو دي تداخل الالوان اللي انت قلت عليها صح؟ ايوه. جميله قوي. قصد منها ايه طيب الالوان؟ رسمت باشكال كتير، قصدت ان اغير في ملامح. جميل. وغيرت فيها وطلعت زي ما هي كده. طيب انا عندي فضول اعرف اللي متغطيه دي بقى حاجه تانية خالص. اكيد دي الهديه بتاعه المذاعه بتاعتنا الجميله طبعا. اكسي كتاب ولا اعمل ايه؟
طب غلفها ليه؟ طب مخبيها ليه؟ عشان حضرتك مش هتشوفها غير انا عايزه. اه يا ريت. ماشي. انا مش هشوف. شفت الناس الذوق. هتعلم بس. لا بص، مخبيها، مصر ان هي تبقى مستخبيه. طب اتضير ووريها الكاميرا من الاول، انا مش هشوف. يا سلام على الجميل. تسلم ايدك، تسلم ايدك. اهديها للفنانه طبعا. تسلم ايديك، تسلم ايديك. وطبعا مع الحاجه الجميله منك يا حاتم انا هختم يومي النهارده معاكم. كل سنه وانتم طيبين. انا كنت سعيده بيكم وبوجودكم، شرفتوني. والى لقاء اخر ان شاء الله سعدنا بكم، ونرجو ان نكون قد اسعدناكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.